كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بلاباسات ولاباسين ديال الفيديو جديده. توحشتوني انا، بلا توحشتكم بزاف. بلا ما نعاود لكم شنو اللي كيغبرني، قصه طويله وكاين اهم في الحياه من قصه حياتي. نتوما قولوا لي اش كتعاودوا، كاين شي جديد؟ كي دايرين مع القرايه؟ كي دايرين مع الخدمه؟ الفيديو ديال اليوم ما يمكنش تخيلوا شنو وقع. دابا انا عندي هذا الايميل، هذا ياك هو الايميل الوحيد اللي كنقرا فيه الكيسز، يا القضايا اللي كتصيفطوا ليا من العالم كتبغوني نهضر عليهم انا، يا اما القضايا ديال المغرب اللي مره كنختار منهم شي وحده اللي بصح كتقيسني وكنديرها لكم. كي وصلنا واحد الايميل ديال واحد القضيه امريكانيه، باي ذا واي هذه القضيه هذه معروفه، تقدروا تكونوا ديجا سمعتوها في شي بلاصه اخرى. الحاجه اللي غادي تصدمني هي انا ديك السيده اللي غتصيفط لي الايميل كتعرف شخصيا طرف من الاطراف ديال القضيه. ما غاديش نقول لكم واش كتعرف الضحيه، واش كتعرف المجرم، واش مجرمه، واش شنو واقع، باش ما نحرقش لكم الفيلم. بطبيعه الحال انا متاكده 1000% بان هادشي هذا صحيح، لان كاين تصاور، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم ما نعطيكمش اكثر ديال المعلومات باش تتبعوا القضيه من الاول حتى الاخر. ولكن قبل، سبونسور ديالنا المفضل تاب تاب ساند، ما كاينش حسن من تاب تاب ساند باش انكم تصيفطوا فلوسكم في الامان التام وبلا ما تخلصوا عليهم فلوس ديال التصيفط وبلا ما تحركوا من بلاصتكم غير من التليفون وهالفلوس وصلوا ديك الساعه. الليان ديال لابليكاسيون راه فيما كنهضر لكم عليها كنخلي لكم لتحت باش تيليشارجيوها. الاستعمال سهل جدا، الناس كاملين اللي جربوها مابقاوش كيعاودوا يتخلاو عليها. اللي كيعجبني اكثر في هاد لابليكاسيون هي انكم كتقدروا تصيفطوا الفلوس شحال ما بغيتوا، ما كيبقاوش يسولوكم دوك كثره الاسئله، زائد ان الصرف ديالهم دائما كيكون زوين. وداك الشخص اللي كتصيفطوا ليه الفلوس راه كيتسلمهم يا اما فوا فكاش، يا اما فكاش بلوس، يا اما في التجاري وفا بانك. الا كان باغي تسلمهم نيشان في البنك كتدخلوا غير الريب ديالو وكيوصلوه ديك الساعه في البنكه. وهادشي اللي كاين اللي بالامكان ديالو عنده عائله اولا ناس دايرين به اللي كيستاهلوا، مزيان الواحد يعاون ما فيها باس. فبلا ما نزيد نطول عليكم، الكيس ديالنا اليوم مشوقه وفيها بزاف ما يتقال. الا كنتو ريدي ليتس جو. نبداو القضية ديالنا في 2005، منين واحد السيدة سميتها جوليا غادي تكري واحد البيت في واحد البارتمان اللي فيها ثلاثة ديال البيوت من عند واحد السيد اللي سميتو ستيفن نيكولز. ستيفن ديك الساعة في 2005 كانت عنده 30 عام، كان يلاه طلق، ما عندوش البعالك وكان كيخدم في تريدينغ. جوليا اللي كرات من عنده البيت كانت عندها بنت عندها 20 عام، هاد البنت هادي سميتها روندا كاستو. فاش ستيفن غادي يشوف روندا غادي يحمق ويتسطى عليها، وفعلا هي كتحمق زوينة بزاف البنت. المهم الجمال كل واحد كيشوفو، أنا كنشوفها زوينة. منين غادي يشوفها اول مره، اول حاجه غادي يفكر فيها غادي يقول هذه اجمل مراه شفتها في حياتي. صافي قلت لكم السيد زعزعه خيالي ما يمكنش. روندا ديك الساعه بما انها كانت عندها 20 عام فكانت كتقرا في الجامعه، وستيفن لانه زعما ذكي او لا كيعتبر راسو ذكي كان كيعاونها في الدروس ديالها، كيراجع معها باش انها تقدر تنجح. ولكن هو بيناتنا راه ما كان عينو لا في دروس لا في انها تنجح لا والو، هو كان عينو فيها بغير يتقرب ليها، كيلقى اي سبب باش انه يدوز معاها الوقت. فاش جوليا ماما روندا كرات داك البيت من ستيفن اولا ستيف كما تقريبا نقول شي كيعيط ليه، بنتها روندا ما كانتش ساكنه معاها، ولكن من بعد وقت قليل غادي تحول حتى هي لنفس الدار. ولكن ما تحولتش للدار لانها جات تسكن مع امها، تحولت على اساس انها تسكن مع ستيفن لانها ولات الحبيبه ديالو. جوليا ماما روندا جات هاد العلاقه شي شويه في شكل، واخا بطبيعه الحال ما دخلاتش في بنتها لان بنتها كبيره عندها 20 عام تقدر دير اللي بغات، ولكن حست بان روندا كانت مع ستيفن فقط لان عنده زعما فينيس كان عنده الفلوس عنده خدمه ستابل وداك الشيء. وروندا نيس كانت كتقول لصحباتها بان ستيفن مفششها، بانه كيتعامل معها مزيان، كيجيب ليها الكادويات. فواش فعلا هادشي اللي عجبها فيه او لا يمكن عجبها الشكل ديالو؟ انا ناو. المهم السيد عجبها جات سكنت معاه، الله يواتيهم اختي جدا، حنا ندخلوا لهم مع العظام. غادي يمشي واحد 3 سنين من بعد وغادي نوصلوا ل 2008. في 2008 غادي يرحبوا بالبنيته ديالهم الاولى، غادي يسميوها ايفا. وكيفاش نقول لكم ان ايفا ولات هي السنتر ديال العالم بالنسبه لوالديها، اكثر هي ماماها كانت كتبغيها بزاف بزاف واحد الدرجه ما يمكنش. كنت غنقول بحال كاع الامهات كيبغيو ولادهم، ولكن لا هذه اخر حاجه خصني نقولها لان ما يمكنش وماشي صحيح ان كاع الامهات كيبغيو ولادهم. ولكن المهم روندا كانت كتموت على بنتها ايفا، عجبها بزاف الدور ديالها ديال الام وكانت كديرو على اكمل وجه. ولكن المراه فاش كتولي ام شحال ما كانت كتبغي وكتموت على ولادها، ما خاصهاش تنسى بانها هي انسان وبانها هي امراه وبان من حقها يكون عندها احلام، من حقها يكون عندها اهداف، من حقها تكون عندها خدمه كتبغيها او ما كتبغيهاش، المهم يكون عندها شي دور في هذه الحياه، يكون عندها الفلوس ديالها. البنات الهدف ديالهم الوحيد في الحياه هو انهم يكونوا زوجه او يكونوا ام. الله يسهل عليكم، كل واحد كيدير اللي بغا، انا ما كنجوجي حتى شي واحد. ولكن كيعجبني بزاف نشوف مراه عندها اهداف ديالها خاصه اللي ما كيتعلقوا بحتى شي واحد في حياتها. روندا بحال هاد العائلات اللي كنت كنهضر لكم عليهم، واخا كان عاجبها الدور ديالها كام وكتموت على
على بنتها ولكن قالت اوكي حتى انا عندي احلام. انا قبل ما نولد هذه البنيه هذه كنت يلاه بديت في الكارير ديالي كعارضه ازياء وهذاك الحلم ديالي وما بغيتش نتخلى عليه. فمن ورا ما غتولد البنيه غادي تقرر انها تبدا تخدم على راسها باش تعاود تدخل في الدومين. في الحمله ديالها ودي حاجه طبيعيه زادت شي شويه في الوزن. كانت كتقول لستيفان انا بغيت نحيد هذا البيبي ويت يعني هذا الكيلويات اللي زدت في الحمله ديالي وبغيت نرجع للكارير ديالي. هو كان كيشجعها قال لها اوكي عندي واحد الفكره اللي فان يعني ممتعه غتخلينا ندوزوا الوقت مع بعضياتنا وفي نفس الوقت غتخليك انك تخدمي على راسك وتحيدي الكيلويات اللي بغيتي. هاد التشالنج هذا اللي بغى يدير ستيف هو انه يبدا يدير الهايكينغ مع روندا يعني يبداو يمشيو في واحد المسارات ديال المشي اللي كاينين في الجبال وحدهم الشلالات تما في اوريغون واعرين بزاف كل عام كيجيو له الملايين ديال الناس باش يديروا الهايكينغ باش يشوفوا داك المناظر. وكاين تقريبا 21 اولا 25 مسار تما ديال المشي فبغوا انهم كل مره يبقاو يديروا واحد تساليهم كاملين. واخا ايفا كانت مازال ما كملت حتى عام ولكن روندا غادي تقبل هاد التشالنج هذا وغادي توكلوا على الله. 16 مارس 2009 كان نهار زوين بزاف والجو كيحمق فغيقروا انهم يمشيو في الهايك ديالهم الاولى. فعلا داكشي اللي غادي يوقع غادي يشدوا الطريق مشاو تما بداو كيتمشاو فجاه الجو تقلب بداو كيسمعوا الرعد وبدات واحد الشتا مجهده 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 بزاف. فبطبيعه الحال الهايك تما ولات خطيره غادي خصهم يرجعوا بحالهم للطوموبيل ويمشيو للدار. فعلا غادي يقلبوا 6 سعود وغادي يمشيو يرجعوا بحالهم ولكن روندا غادي تبدا تصرف بتهور لانها كانت كمات الماريخوانا. حطت واحد الفوطه فوق كتافها وبدات زعما كدير راسها سوبرمان. هو كان بعيد عليها ب 15 متر لانه هو كان كيتمشى بشويه خايف على راسو وهي كيف ما نقدروا نقولوا شويه دايخه فما مسوقاش. بدا كيقول لها حبسي 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 والو السيده عايشه حياتها ما كتسمعش. فقدام عينيه غادي تبان ليه طاحت من داك الجبل. هو بطبيعه الحال خاف بزاف غادي يمشي يشوف ديك البلاصه اللي طاحت فيها غادي يلقاها بانها طاحت في واحد النهر. هذاك النهر دايز لتحت من داك الجبل فهي منين طاحت جات في داك الماء. باش يهبط عندها حتى لتحت في داك الجو بلا ما يزلق كان صعيب بزاف خاصو يكون حذر. فغيبقى يحاول 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 يهبط حتى فعلا غادي يوصل غادي يبدا يحاول يدير ليها السي بي ار ولكن الجسد ديالو مابقاش قادر يتحمل عيا بزاف داك الهبيط زائد انه عام في داك النهر وكان الموت ديال البرد فالحراره ديال الجسد ديالو انخفضت بزاف وغادي يفقد الوعي لمده ديال 45 دقيقه. فاش غادي تعاود تضربوا الفيقه غادي يشوف بان روندا ماتت. والمشكل الكبير هو ان في التليفون ديالو ما عندوش الريزو ديك البلاصه ما فيهاش كاع الريزو. فغادي يعاود يضرب عاوتاني داك الطريق كامله غادي يرجع حتى للطوموبيل وعاد غادي يعيط ل 911 و911 وصلهم للاتصال بالضبط مع 6:30 ديال العشيه. جاو الاسعافات جاو البوليس ولكن مع الاسف ما غاديش يقدروا يعتقوا روندا لانها كانت ماتت بالطيحه اللي طاحت. عائله روندا تصدموا وكانوا كيعيشوا واحد الحزن شديد ولكن كيف ما كنقولوا الحياه تستمر. شي سنين قليله من بعد هادشي اللي وقع ستيف غادي يهز بنته غادي يمشي بحال امريكان غادي يقرر انه يمشي للصين اولا للصين وتما غادي يولي بيزنس مان. صراحه ما عرفتش فاش كان كيتبزنس وغادي يولي حتى استاذ كان كيقري لونغلي. وهنا فين غادي يتلاقى مع المغربيه اللي صيفطات ليا الايميل. حتى هي كانت خدامه في العشين في نفس المدرسه اللي كان خدام فيها ستيفن كتعرفو مزيان وحتى هو كيعرفها وغادي تهضر معكم في هذا الفيديو هذا ولكن ماشي دابا حيت غتحرق لكم الفيلم بغيت تسناو شويه غادي تهضر معكم. anyway, ايفا بنت ستيفن كان عاجبها الحال بزاف بزاف في العشين دغيا دغيا تعلمت اللغه ما كانش عندها بزاف ديال الوقت الفراغ كانت مسجله في التايكواندو كانت كدير البيانو وولات عندها مامي جديده. ستيفن غادي يطيح مره اخرى في الحب ديال واحد السيده هاد المره هادي كانت شينويه ومن بعد عام على العلاقه ديالهم غادي يطلب منها الزواج. غادي يمشيو لفيفري ديال 2015 ست سنين من مور الموت ديال روندا غادي يوصلوا واحد الاتصال من امريكان كيقولوا ليه بان مع الاسف كاين مشكل في الفيزا ديال ايفا وبانه ضروري خاصو يمشي لامريكان باش يقاد ليها الوريقات ديالها عاد يقدر يرجع لاشين والا ايفا ما غاديش تقدر تبقى عايشه معاه تما. فهو ديك الساعه بطبيعه الحال غادي يشري البيي باش انه يمشي يحل المشكل ديال الوراق ديال بنته. نهار 17 فيفري 2015 ستيفن غادي يوصل للمطار ديال سان فرانسيسكو ومعه غادي يوصل غيلقى البوليس كيتسناوه وغادي يشدوه وغادي نديرو بوز على هاد النهار اللي وصل فيه للمطار ونرجعو شي شويه باللور حيت عندنا بزاف ديال الحوايج نهضروا عليهم. غادي نرجعو لفاش يلاه ايفا تزادت وروندا بطبيعه الحال كانت باقا حيه. من مور ما زادت ايفا التوترات ما بين روندا وستيف غادي يكثروا بزاف. واخا هذاك الصيف اللي كان جاي ستيفن قال بانهم كانوا غادي يتزوجوا وبانهم كانوا كيوجدوا العرس ديالهم وداك الشيء واخا هادشي هذا ما في خبر حتى شي واحد وما كاين حتى شي دليل انهم كانوا كيوجدوا شي عرس. اوكي ماشي مشكل. فاش وصلت ايفا زعما تولدات وصلت بحال رجعت في الطاكسي جات في اوبر. فاش تولدت ايفا ستيفن وروندا طبيعه الحال غادي يوليو يدوزوا قل ديال الوقت مع بعضياتهم لان هذاك راه بيبي راه معول عليك النهار كامل. فهو ما بقاش كيدوز الوقت بزاف في الدار وهي ولات مع الصبا لانه ما كيعاونش لانه ما مهتمش وهادي وهادي. فكيف ما قلت لكم التوترات والشجارات بيناتهم غيزيدوا بزاف. جوليا
ماما روندا وصديقة روندا المفضلة اللي سميتها جيسيكا غادي يقولوا بأن روندا كانت كتعرض للعنف الجسدي واللفظي من طرف ديال ستيف، وبأنها وصلت لواحد الحد اللي بغات تنهي العلاقة. المشكلة الوحيدة هي أن ستيف هو اللي كان كيصرف عليها وعلى بنتها، ودابا كيف ما كنقولوا ما بقاتش ديال راسها، عندها مسؤولية ديال البنية، ما بغاتش تعذبها معاها، فهادشي هذا اللي كانت هزلو الهم. كتقول زعما إلا قلت ليه تهلا كيفاش غنقدر نوفر حياة زوينة لبنتي، كيفاش غنقدر نعيشها في النيفو اللي أنا طامحة نعيشها فيه. ستيفن كيقول بأن الهضرة كاملة ما كايناش، كيقول بأنه هو وروندا كانوا مفاهمين وقليل فاش كانوا كيدابزوا، وقال بأنه هو إنسان اللي مكالمي وماشي شي واحد اللي كيبقى زعما يتعصب أو اللي يقدر يمد يديه أو اللي يعاير أو شي حاجة، بالعكس هو هادئ وكيبغي يحل كل شي بهدوء. ولكن بين قوسين من بعد واحد السنين غادي يدير واحد الانترفيو، وكيف ما كنقولوا الكذاب نسيه وسقسيه، غادي يقول لهم فعلا أنا شي مرات كنت عنيف لفظيا ولكن ما عمري ما كنت عنيف جسديا. انت أخويا الله نكرتي دابا وقلتي انت يا إنسان مكالمي وكيعجبك الهدوء وما عجبك الشيء. anyway ستيفن غادي يقول بأن هادوك الشهور قبل ما تموت روندا كانوا أحسن شهور عاشوهم في حياتهم في الكوبل ديالهم، كانوا قرب بزاف بعضياتهم، كيدوزوا الوقت مع بعضياتهم، وكيقول بأن داك الشيء اللي كتقول موت وصاحبة جوليا المفضلة كله غير تخربيق وما عنده حتى شي علاقة بالواقع. ولكن البيست فريند ديال روندا جيسيكا غادي تقول أن هاد الشيء راه ماشي عاودته ليا روندا. شحال من مرة كنسمع المدبزة ديالهم بودني، حيت شي مرات كتكون كتهضر مع روندا في التليفون وكتبدا شي مدبزة مع ستيف وجيسيكا في التليفون كتسمع كلشي. وغير قبل ما تموت روندا غادي تصور واحد التصويره بالتليفون ديالها كتبين بأن في ظهرها عندها واحد العلامات حمرين بحال ديال شي ضرب أولا شي جبيد بحال هكا ولا شي حاجه. وروندا فعلا قالت لجيسيكا بانها دابزت مع ستيف واحد المدبزه جسديه هي اللي دارت لها هذوك العلامات في ظهرها، وقالت لها انا ما بقيتش كنبغي ستيف، ما بقيتش كنحس باتجاهه حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم قبل روندا كانت باغا تعاود تبني الكاريير ديالها كعارضه ازياء. ستيفن كيقول بان روندا كانت باغا تضعف الطريقه كيفاش كيهضر على الغلط ديالها، ما يمكنش. قال بانها زادت الكيلويات وما عمره ما شافها غليظه بحال هكاك، وبان هي كانت كتحس براسها كتعيف. ريلي هي اللي كانت كتحس براسها كتعيف ولا شي واحد اللي قال ليها راكي كتعيفي؟ روندا كانت كتحمق، وكيلويات زايدين ولا ناقصين ما كانوش كاع غياثروا على الجمال ديالها، زائد ان الجسد ديالها راه يلاه كريا انسان بكامله. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا، نبدا نترعد عليكم عاوتاني هنايا. ولكن الا كنتي يلاه ولدتي اولا حامله وراجلك دار لك شي ملاحظه على الوزن ديالك، وبلا ما تكوني كاع حامله اولا ما تكوني كاع يلاه ولدتي، الا راجلك دار لك ملاحظه على الوزن ديالك ران جري وما تشوفيش اللور. خاصك تقولي ليه احسن تهلا سير اخويا تجوج لك كيندل جينر واخا ما تشوفش فيك حتى الشوفه، وهنيني خليني نغلط ولا نضعف ولا ندير اللي بغيت في الجسد ديالي. المهم نرجعوا لذاك التشالنج اللي فكر فيه ستيفن باش انه زعما يعاون روندا تنقص الوزن اللي كانت باغا تنقص. هنا غادي نكتشفوا بان كاين واحد المشكل، هذاك المسار اللي هما تبعوه باش انه يديروا داك الهايك خدمه الغابات كانت عالمه بان هذاك منحدر خطير ما فيهش كاع فين تقدر تشد في اليد، يعني اي واحد يقدر يطيح، وخاصك تمشي فقط الا كنتي هايكر محترف، وإلا ما كنتيش هايكر محترف من الاحسن تمشي شي مسار اخر ما تاخذش هذاك. واخا تكون هايكر محترف خد معاك شي واحد يعني شي بارتنر، تمشيش بوحدك. وتخيلوا ان داك العام اللي روندا ماتت فهداك المنحدر نيت ماتوا ثلاثه ديال الناس، يعني راه فعلا منحدر خطير ماشي غير الخدمه ديال الغابات قالتها بحال هكاك. جيسيكا البيست فريند ديال روندا وماما روندا جوليا غادي تصدموا، لان روندا ما عمرها ما هضرات لهم على هاد التشالنج، كان في خبرهم فقط انهم غيمشيو هي وستيفن هايك وحده، ما خبرت شي واحد بانهم كانوا دايرين شي بلان باش انهم يمشيو ل 25 مسار. جوليا ماما روندا قالت بان روندا ما كانتش اصلا باغا تمشي لهاد الهايك هادي، وبان ستيفن شهر هو لاصقه. شهر هو لاصقه شي حاجه ماشي هذيك ياكو، انا بدا الى شي واحد شهر ولا لاصقني يمشي لشي منحدر حاد يا غادي نهرب يا نقول ليه واخا نديهم انا تمك حيت بطبيعه الحال اخويا امك ما غاديش تخاطر بيها فنديها معايا كضمان. روندا ما كانتش باغا تمشي معاه وما كانتش مهتمه بهذا الشيء، لان بنتها كانت باقا صغيره ما كانتش كتبغي تخليها بوحدها وكانت باغا تدوز معاها الوقت كامل. المهم ستيفن غيبدا لاصقه دير ليها الطياره، فهي داك النهار قالت ليه اوكي وعيطت لامها قالت ليها عافاك اجي شدي ليا ايفا راني انا وستيفن بغينا نمشيو لواحد الهايك. جولي غتقول ليها ما مين هاد الهايك اللي طاحت عليكم من السما ولا شنو؟ فروندا غتقول لها واحد الحاجه اللي ديك الساعه فاش قالتها بانت بحال غير كتضحك، ولكن من مور الموت ديالها ولا الجمله اللي كتقشعر ليها الابدان، غتقول لها يا اما غادي يدير ليا شي مفاجاه يا اما غادي يقتلني. ستيفن كيقول بان هادشي كامل اللي كتقولو جوليا تخربيق، وبانه ما كانش كاع لاصقها باش تمشي مع داك المنحدر. قال داك النهار فقنا وبالينا الجو زوين وحنا نقولو هذا النهار المناسب باش نبداو الهايك ديالنا. ستيفن كياكد بان روندا هي اللي كانت باغا تضعف، قال حتى فاش طلعنا في الطوموبيل وكنا غاديين لداك المسار باش انا نديرو الهايك عاودت قالت ليا بانها فرحانه غادي تبدا تنقص داك البيبي ويت، لان جاها واحد العرض زوين كانوا باغيين يديروا واحد الفيلم اللي كيهضر على الحياه ديال ماريا شارابوفا، وواحد المخرج كونتاكتها باش هي تلعب الدور ديال ماريا شارابوفا لانها كانت
كان زعما كتشبه ليها شويه وتا هي زعره وهادي وهادي. حاولت صراحه نقلب باش نشوف واش هاد القضيه بصح ما لقيت حتى شي حاجه اكيده اللي كتقول بان فعلا تعرض عليها الدور ديال ماريا شرابوفا. مهم في الطوموبيل نيت غادي تقول ليه واحد الحاجه اللي غادي تثير القلق ديالو وغتفاجئو. قالت ليه عافاك بغيتك توعدني الا وقعت ليا شي حاجه تهلا بزاف 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 بنتنا ايفا. هو قال لها منين جبتي هاد الجمله هادي؟ دابا حنا غاديين لهايك زعما وفرحانين وداكشي، اش درنا لهاد الهضره اللي كتجيب اكتئاب؟ غادي تقول ليه بانها دائما كتحلم واحد الحلمه انها ما غاديش تفوت العمر ديال 25 عام. وات؟ وقال بانها هادي ماشي اول مره كتهضر على الموت ديالها، كانت ديما حاسه بانها غادي تموت صغيره وكعندها واحد الخوف اكثر يعني من ولدت ايفا، ولات خايفه عليها بزاف، وهادشي اللي غادي يخليهم انهم يمشيو يديروا واحد لاسورونس فيها مليون ديال دولار. الى مات روندا ستيفن ياخذ دوك الفلوس، وهاد لاسورونس هادي داروها 4 شهور قبل ما تموت روندا. على حسب الاقوال ديالو هي اللي بقات كتانسيست عليه باغا دير ديك لاسورونس باش تضمن حياه بنتها، وبقات مصره عليه كتقول ليه ضروري نديرها حيت الا مت تبغي ضروري بنتي نخلي ليها شي حاجه اللي تضمن لها حياتها. ولكن كاين واحد ديتاي، غير شي شهور قبل ما يديروا ديك لاسورونس ستيف غادي يدير واحد الباد موف في الخدمه ديالو، يعني غادي يدير واحد الخطوه خاطئه اللي غادي تخليه يضيع 250 الف دولار، يعني ربع مليون ديال الدولار. فواش مثلا هذه طريقه باش انه يعوضها؟ anyway نرجعوا للنهار ديال الهايك. كيف ما قلت لكم فاش بداو كيتمشاو كان الجو زوين بزاف، روندا غادي تصور بالتليفون ديالها هاد التصويره ديال ستيف. الا كنتو كتفرجوا مع والديكم واحد فيكم يسد ودني باش نقول واحد الحاجه، نقول واحد الحاجه حشومه كل واحد يسمعها بوحده عافاكم. ستيفن غادي يقول بان من مور ديك التصويره جات عنده روندا وبدات كتبوسو 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 وبانها بغات تمارس علاقه جنسيه في داك الخلا، ولكن هو رفض لانه كيعجبو داكشي يكون مقاد ونقيقي والخلا لا. هنا فين روندا غادي تتصرف بتهور، وهو كان خايف شاد في الحيط داكشي بقى 15 متر من موراها، وهي بقات غاده ما مسوقاش توصلت لواحد الحافه ملسه ورجليها زلقات وهي طيح. في الاول غادي يقول بانه فاش طل روندا كانت في الماء يعني في داك النهر، ومن بعد غادي يقول بانها كانت غير حدا النهر ما مخشياش في الماء. المشكل الثاني هو ان روندا طاحت مع 3 ديال العشيه، وستيفن عيط على 911 مع 6 ونص ديال العشيه، يعني 3 ديال السوايع ونص ديال خويه شنو وقع فيها. احنا غنشوفوا شنو وقع فيها على حسب داكشي اللي غيعاود لنا ستيفن. قال بان باش يهبط عندها تقريبا خدات ليه ساعه، ومن بعد باش الله كان خاصو يعوم في داك النهر. ولكن بلاتي 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 مخي حبس، ركزوا معايا الدراري. ها هو الجبل، روندا طاحت، واش هي طاحت تا للجهه الاخرى يعني راه بين الحافه والحافه النهر الوسط؟ الا السيده طاحت هنا راه غتكون طاحت نيشان مع هاد الجبل هذا، يعني هو الى عام راه غيوصل للحافه الاخرى اكثر من انها هي زلقات مع الحافه، يعني غتهبط نيشان لتحت. راه ما يمكنش طير هي وتنقز النهر او حتى تطيح فيه، ما يمكنش مستحيل. المهم غادي يقول بان كان الموت ديال البرد وهو عام في داك النهر، وفاش وصل عندها بدا كيحاول يدير ليها السي بي ار، وبدا كالعومان في داك النهر الحراره ديال الجسم ديالو انخفضات، وفاش كان كيدير ليها السي بي ار فقد الوعي على الجسد ديالها. وهنا فين داكشي اللي عاودت لكم من بعد 45 دقيقه فاق ومشى للطوموبيله ديالو وعيط على 911. ولكن في القصه ديال ستيفن عندنا مشكل كبير، فاش غادي يجيو المستعجلات غادي اويلي على المستعجلات الاسعافات ما غيلقاوش الجسد ديال روندا في النهر او حتى حدا النهر بعيد على النهر ب 15 متر فاصله 5، ولقاو الجسد ديالها متكي على الجنب ديالو. هنا كاين سؤال، كيفاش تقدر دير لشي واحد السي بي ار وهو متكي على الجنب ديالو؟ السي بي ار خاصو يدار الانسان اللي متكي على ظهره. ونزيدكم ما لقاو حتى شي دليل بان ستيفن اصلا حاول يوصل للجسد ديال روندا او لا دار لها شي سي بي ار او لا حتى هبط لتحت، ما كاينش دليل. البلاصه اللي حداها الجثه ديالها ما باين فيها حتى شي واحد تمشى على رجليه او لا قاس شي حاجه تما، والو. بحال روندا طاحت ومع الطيحه ماتت وما عاودتش تحركات. بطبيعه الحال هما كيقدروا يشوفوا داكشي من الزروقيه، كيعرفوا الدم فين تكتل، شحال ديال الوقت بقى الجسد بحال هكا، كيقدروا هما يعرفوا هادشي. ما كاين حتى شي دليل على ان روندا بقى فوق هالجسد ديال ستيفن لمده ديال 45 دقيقه، حيت كون بقى فوقها جسد انسان لديك المده كامله كانوا غيعرفوها. هو فاش كيقول ليها السي القصه ديالك راه ما راكباش على بعضياتها، راه كاين مشكل. كيقول لهم هو انا والله ما كذبت عليكم، راني ما عاقلش هذاك الانخفاض اللي عشت ديال حراره الجسم، بحال نسيت داكشي اللي عشت، بحال مخي تخربق. فبما ان هذا انخفاض حراره الجسم داير لنا مشكل وستيفن دايرو ديما سبا، اجي نهضروا عليه شويه. فاش الحراره ديال الجسم كتنخفض ما بين 35 حتى 32 درجه كيتعتبر انخفاض حراره الجسم خفيف، يعني مشكل ولكن خفيف. الانسان كيقدر يبدا يترعد، ما كيقدرش يبدا يهضر مزيان، وشي اعراض اخرين اللي شويه خفيفين. الا وصلت حراره الجسم ما بين 32 و29 درجه الحراره كيتعتبر انخفاض حراره الجسم معتدل، يعني ميديوم. كتقدر فعلا تجيك الدوخه، ما تبقاش عاقل على شي حوايج، كتقدر فعلا تنعس. وكاين انخفاض ديال حراره الجسم الشديد اللي كيوصل ما بين
120 حتى 20 درجه الحراره، وهذا بطبيعه الحال لما تعتقشيش بواحد السرعه خياليه كتقدر تموت، الاورغانز ديالك الدخلانيين كيبداو يموتوا بشويه بشويه. المهم خطير. اوكي، المشكله ان فاش الاسعافات وصلوا غادي ياخذوا حراره الجسم ديال ستيفن 5 ديال المرات، والحراره ديال الجسم ديالو كان جد عاديه ما بين 36 37 درجه، ما هبطاتش عليها. يعني حتى داك الانخفاض ديال درجه الحراره الخفيف اللي كيوصل ما بين 35 حتى 32 هو ما عندوش، حراره الجسم ديالو طبيعيه جدا. فاش غادي يديروا التشريح للجثه غادي يشوفوا واش فعلا كيف ما قال ستيفن روندا كمات الماريخوانا، غادي يلقاو عندها شويه ديال الماريخوانا في الدم ديالها، يعني الحد الادنى اللي مستحيل اصلا يدوخك. وهداك الحد الادنى ديال الماريخوانا تقدر اصلا ما تكونش كماتو حتى داك النهار، تقدر تكون كماتو البارح او لا قبل شي ايام. المهم البنت ما كانتش هاي، يعني ما كانتش اصلا دايخه داك النهار. الطبيب ديال التشريح غادي يقول بان الموت ديال روندا تسبب فيه السقوط، بان حتى شي واحد ما ضربها بشي حاجه، ما عندها حتى شي اعراض ديال التعدي او لان شي واحد ضربها، ولكن هادشي ما كيعنيش بان السقوط ديالها كان حادثه، حيث واخا كون شي واحد دفعها راه كانت الطيحه هي اللي غادي تقتلها. يعني تكون زلقات اولا تكون دفعات، التشريح غادي يعطي نفس النتيجه، موت بسبب السقوط. غادي يجيب واحد المونيكا كبيره في الحجم والطول ديال روندا باش انهم يشوفوا الى طاحت فين غادي تكون. فاش كيزلقوا ديك المونيكا من البلاصه بالضبط اللي زلقات منها روندا، ما كطيحش في نفس البلاصه اللي طاحت فيها روندا. جربوا بزاف ديال المرات ما عمرها ما كطيح تما، حيت بحال اللي قلتوها هي الحافه، المونيكا فاش كتزلق كطيح هنا، روندا كانت شويه هنا بحال شي واحد دفعها شويه، يعني بعدت شويه على الحافه عاد طاحت، ما طاحتش معاها نيشان. فاش جوليا ماما روندا غيتسق الخبر لهادشي هذا اللي وقع، غتمشي عند البوليس غتقول لهم مستحيل هادي تكون حادثه. وفاش غيبداو البوليس يقلبوا غادي يكتشفوا بان كاين بزاف ديال التفاصيل المشبوهه. في لوتوبسي غادي يكتشفوا بان في الدم ديالها كاين مضادات ديال الاكتئاب وكاين الدواء ديال القلق، فغادي يهضروا مع البسيكولوج اللي كانت متبعه معاه، وفعلا هو غادي يكد للبوليس بانها كانت كتعاني من اكتئاب، ولكن ماشي لانها كانت كتكره راسها وكتكره الجسد ديالها أو لأن الدور ديالها الجديد كأم ما قدرتش تقبله. بالعكس، الحاجة الوحيدة اللي كانت كتعاني منها روندا هي أنها كانت في علاقة مع ستيفن اللي كانت كتوصفها علاقة بدون حب، ولكن هاد الشي كامل اللي عطيتكم حتى حاجة فيه ما كتعتبر دليل قاطع باش أنهم يقدروا يلقاو عليه القبض أو لا باش أن الموت ديال روندا يولي تعتبر جريمة. فستيفن قدر يكمل حياته عادي بحال ما وقع والو، وروندا تعتبرت بأنها فقط طاحت والطيحة تسبت لها في الموت. كما قلت لكم هو بدا حياة جديدة، مشى لاشين، غيتعرف على مرأة جديدة وصافي، هو نسى داكشي اللي وقع. ولكن كاين الناس اللي ما نساوش. المحامي ديال المنطقة غادي يطلب إعادة فتح التحقيق في الكيس ديال روندا، ولكن غيطلب إعادة ديال الفتح ديال الملف ديالها في سرية تامة، يعني حتى شي واحد ما يسق ليه الخبر، واللي كيقلب كيلقى. غادي نهضروا على هادشي شوية من بعد، ولكن دابا كاين عندهم مشكل، هو كيفاش غيجيبوا ستيفن من لاشين الميريكان. الطريقة اللي لقاو هي كيف ما قلت لكم ديك الخدعة اللي داروا ليه على الفيزا ديال بنته، الفيزا ديال بنته ما كانت فيها حتى شي مشكل، هذوك غير السلطات كيف ما نقدروا نقولوا تفلاو عليه باش يقدر يجي، حيت كون ساق الخبر لهذا الشيء كان يقدر يبقى هارب في لاشين، لاشين ما غاديش ترجعوا لميريكان. قبل ما نهضروا على الاعتقال ديالو وعلى شنو وقع باش انهم اعتقلوه، غادي نحفروا شويه في الماضي ديالو. عقلت وقلت لكم روندا تعرفت على ستيفن على الطريق ديال امها اللي كانت كرات واحد البيت في الدار ديال ستيفن. ستيفن كرا داك البيت لان كان جاي هذيك الدار كبير عليه بوحدو، كان يلاه طلق، فقر انه يكري ديك البيت لشي واحد. المهم عامين قبل ما يتعرف على روندا، الزوجه ديالو السابقه اللي طلق معاها غادي يتهمو بانه بغى يقجها وبانه بغى يدفعها من البالكون ديال الدار اللي كان في الطابق الثامن. واش هذا كيموت على الدفيع ولا شنو؟ وجدوا راسكم لواحد الصدمه. في 2009 العام اللي روندا مات فيه، ستيفن كانت عنده علاقه جنسيه مع اختها الصغيره. سمعتوني مزيان، خت روندا الصغيره كانت عندها 15 عام وهو كانت عنده 34. هاد ميلاني هادي غادي تمشي وغتعاود كلشي لامها، امها ما غاديش تسوق ليها وقالت بانها غير جاتها المراهقه وكتغير من اختها وبغات دير ليها مشكل مع راجلها وصافي. وفاش مات روندا، ستيفن اول واحد غادي يمشي عنده هو ميلاني. في واحد الانترفيو غادي يديروا مع واحد الصحفيه سميتها مارينا الينا سالينس يمكن، فعلا غادي يعترف وغيقول بان هادشي وقع. المشكل الاكبر من هادشي كامل هي ان روندا كانت عارفه نفس النهار اللي روندا غتمشي مع ستيف لذاك الهايك وغتموت فيه، غادي تصيفط ميساج لاختها ميلاني، قالت لها ما عرفتش شنو اخر نقدر نقول لك من غير انه انسان خايب وكيستعملك باش يجرحني، ما غاديش نخليه يعاود يدير لنا المشاكل مره اخرى، ويلا حتى جيتيني انا كنتسناك. هاد الميساج هذا كما قلت لكم صيفط غير شي سويعات قبل ما تزلق من ديك الحافه. من بعد ما روندا غادي
تموت، عاد سيد الرجال هذا ديال ستيفن غادي يمشي عند اختها ميلاني وغادي يقول لها بان ايفا بنته باقا صغيره بزاف، يلا عندها 9 شهور بانها غادي تنسى ان كانت عندها شي مواس سميتها روندا، وقال لها اجي عيشي معايا ونوليو حنايا عائله لانك انتي النسخه الاصغر ديال روندا وتقدري تكوني الام ديال ايفا. وميلاني ما كانتش القاصر الوحيده اللي كان ستيفن تابعها، غير 6 شهور من مور الموت ديال روندا غادي يحصل بانه كيصيفط واحد التصاور ديالو عريان وكيصيفط شي ميساجات لي شي شويه في شكل لواحد البنت اللي عندها 13 عام. تخيلوا. المهم ستيفن غادي يتشد في الايروبور وغادي يبدا يتسنى المحكمه ديالو اللي كانت غتكون في 2018. في هذا الوقت اللي كان كيتسنى فيه المحكمه غادي يدير واحد الانترفيو مع 48 hours، وهنا غادي يبدل القصه ديالو كامله. غادي يقول بان روندا ما طاحتش وانما هي نقزت بوحدها حيت كان فيها واحد الاكتئاب جد حاد. قال بانها حياتها كامله منين كانت 12 عام وهي عندها مشكل مع لا دروك. قال بانها دائما كتعاطى وعمرها ما حبسات وهادي وهادي، ولكن في التشريح ما غيخرج في الدم ديالها حتى شي حاجه. حنا عارفين بان لا دروك كتبقى في الدم شي ايام وخا هكاك، يعني ماشي مثلا غتعاطى السيمانه اللي فاتت صافي ما يلقاو في الدم ديالها والو، ما كاين في الدم ديالها والو كيف ما كنقولوا نقي، كاين شويه ديال الماريخوانا فقط والدويات الاخرين هما مضادين ديال الاكتئاب والقلق اللي كتبهم ليها الطبيب ديالها، يعني ما كتاخذ حتى شي حاجه بصفه غير قانونيه من غير الماريخوانا. غادي يبدا يقول بانها عمرها ما كانت فرحانه، هي انسانه اللي تعيسه في حياتها وكانت كتظن بانها فاش غتولي ام هادشي غادي يعطيها السعاده، ولكن بالعكس غير زادت تكفسات. وما تنساوش بان في هاد الانترفيو هادي كانت اول مره اللي كيهضر فيها على ان روندا زعما لحت راسها. فاش الصحفي بيتر غادي يقول ليه علاش هادشي ما قلتيش للبوليس، غادي يقول ليه هما ما مسولونيش على هاد القضيه هادي، وغادي يقول ليه زائد ان لاسيونس ما كانت غتعطيني حتى ريال كون عرفوا بان روندا تلاحت بوحدها، وانا باش نحمي الفلوس ديال بنتي ما قلتش ليهم بانها راه نقزت راسها. وفي نفس الانترفيو ستيفن غايقول واحد الحاجه اللي عجيبه وغريبه اللي غتفكركم في القضيه ديال غابي بيتيرو والحبيب ديالها براين لاندري. الصحفي بيتر غادي يسول ستيف واحد السؤال، قال ليه فاش طاحت روندا وصلتي عندها واش كانت باقا حيه؟ هو غادي يقول ليه هاد البارت هادي ديال هاد القضيه ما بغيتش نهضر عليها. شنو هو؟ فبيتر غادي يقول ليه واش نهيتي لها حياه هذاك النهار؟ ستيف غادي يقول ليه انا اللي غنسولك دابا واحد السؤال، منين كتكون في الحرب وصاحبك كيتضرب وكيكون كيتعذب وانت كتيري فيه باش تخرجو من العذاب ديالو، واش هذا كيتعتبر قتل؟ اه خويا ستيف اه كيتعتبر قتل، ولكن ما غيبغي يعطي حتى شي معلومات اضافيه على هادشي اللي قال. غادي يقول لهم انا عطيتكم كاع داكشي اللي عارف وكل واحد يفهم الهضره ديالي كيف ما بغى. السلام عليكم صفاء، شكرا بزاف اختي على هاد المساحة والثقة اللي عطيتيني باش نبارطاجي معاك ليستواغ. الوغ هادي اش غنقول لك، 2013 2014 كنت خدامة في لاشين كأستاذة ديال لونجلي، وكان معنا واحد وكان خدام معايا واحد السيد. المهم انا كنت خدامة تما من قبل، مي جا واحد السيد جديد من ميريكان، واحد الاستاذ جديد من ميريكان. الوغ كانوا بزاف معنا ديال لي ناسيوناليتي، وهو كان جاي من ميريكان، جا هو وبنته صغيره سميتها ايفا، هو سميتو ستيفن ولا ستيف كما كنقولوا ليه، ستيف ولا ستيفن. وبنته الصغيره كانت عندها 5 سنين وكان سميتها ايفا. هو فجاء اغلبيه ديال الناس بيان سور سولوه على 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 بنته، على مرتو، فينا هي لا مامون ديال البنت. الحاجه الاستوار اللي عطانا، الاستوار اللي قال لنا، هو ان لا مامون ديالها ماتت توفات في اكسيدون ديال فواتور، كوم كوا هو راه كان سكران. المهم كان هو نورمالمون قال لنا راه توفات في اكسيدون ديال طوموبيل، كان هو شارب في ليلة راس العام، و قال لك كوم كوا راه توفات، راه داروا اكسيدون وتوفات لا مامون ديال البنت اللي هي بيان سور ما كانش مرتو، كانوا مخطوبين، مي عندهم اون بوتيت في، عندهم بنيه صغيره. ورانا واحد الضربه عنده في الراس، ضربه واحد السيكاتريس عنده طويله في الراس، في اللور ديال الراس. قال لك راه من هذاك النهار، من هذيك لاكسيدون، فاش جاتو هذيك لاسيكاتريس. بيان سور كلنا تيقناه، تعاطفنا معاه،
ورانا لي فوتو ديالها، قال لنا راه كانت مانكان، وكانت كون كوا تيبغيها، وكانت عزيزة عليها بنتها. المهم كيقول كل شيء عليها زوين. مي هذاك السيد اللي غريب فيه هو ان شخصيته غريبه، شخصيته فريمون غريبه. كان الا كيهضر معاك ما كيشوفش لك في عينيك، ما كيشوفش لك في عينيك، الوغ تتحسي بيه انه شويه ما مزقيش في عقله. انا شخصيا كان كيجيني هكاك. كنت مهم، انا كنت خدامه قبل منه تما، الوغ كنت سوبيريور عليه، كنت هاد تيتشر وهو كان جديد. الوغ كنت غندير ليه اوبزرفاسيون لا كلاس ديالو، ودخلت معاه لا كلاس، شفتو كيفاش كيقري التلامذ. كان اش غنقول لك، ما كانش باين عليه انه ما كان معمرو دخل لا كلاس، معمرو قرا، معمرو تعامل مع التلامذ لا الصغار ولا الكبار، ما عنده حتى شي تجربه ولا والو. مهم هو جا خدام فلاشين على انه امريكاني وصافي، عنده ناسيوناليتي امريكان صافي. هذاك هو اللي وكيهضر بلا لونغ، هذاك هو اللي جعلو انه يخدم. والحاجه اللي غريبه فيه بزاف هو انه كان كيستغل بنته، كان كيستغل بنته. كيفاش كان كيستغلها؟ بانه تيقول للناس كوم كوا راه بنتي عجبتها، بغات بيسي مثلا. تيقول شي تلميذ عنده ولا تلميذه بغات بيسي، راه بنتي بغات البيسي، كيعجبوها لي بيسي. وهذا هذاك التلميذ دوك الناس لي شينوا ضراف بزاف، الوغ تيعطيوه البيسي مثلا، تيقول ليه ها هي البنيه الصغيره، ها هو بيسي كادو البنيه الصغيره. تيشوف اي حاجه مثلا، يشوف اي حاجه عند شي واحد اخر تيقول ليه كونكو راه بنتي كتعجبها. اوتوماتيكمون هادوك تيتحرجوا، لي شينوا تيتحرجوا، تيعطيوه دي كادو البنت الصغيره. زائد انه كان كيقري، كان عنده واحد لاكلاس كيقري بيزنس انجلش، ولا ناس كبار، ناس كبار ماشي دراري صغار، ناس كبار خدامين دي زومبلويي. وهذا واحد السيده كانت تتقرا عنده، لبس عليها. المهم لبس عليها زعما في ماديا، وهذا كانت كاريمون وفرت ليه انه كتخلص عليه الكرا ديالو، كتخلص الناني ديال البنت. يعني كان كيستغل اي واحد داير به، كان كيستغل اي واحد ممكن يبان ليه فيه شي حاجه يقدر ياخذها منه، كي ما تيترددش جوج مرات. زائد ان التعامل ديالو مع الناس كان على حسب، بحال كيدير بحال كي كلاسي الناس بارابور لمنين جايين. مثلا معنا استاذه فيليبينيا، قالت كنهضروا كونكوا راه بغات تزيد الخدمه مثلا، كتخدم اون لين وهذا. قال ليها كونكوا راه بغيت، راه كنقلب على ناني لبنتي اللي هي مربيه لبنتي، واش راه انا نيت كنقلب زعما، بحال قال لي راه انا نيت كنقلب على مربيه لبنتي زعما، راه انتيا فيليبينيه راه معروفين عليكم انكم كتخدموا مربيات، اجي خدمي عندي مربيه. مهم بيان سور ما عجبهاش الحال. ومهم كان التعامل ديالو، كان التعامل ديالو غاسيست بزاف. ونرجعوا للقضية ديال البارتنر ديالو، ولا ديال روندا اللي هي ماما البنت. ما ذكرش لينا نهائيا ان اش وقع لها اكزاكتومون، انها راه طاحت من الجبل، انه راه كاينه الانشورنس ديال سميتو داك زعما لاسورانس انها غادي تخلص عليها الا ماتت. هذاك الشيء كامل ما ذكروش لينا وما عرفناش، حتى تفاجئنا بواحد النهار. واحد النهار تفاجئنا كنتفرج نورمال في 48 اورز، هذاك البرنامج ديال ترو كرايم.
تفاجئنا بانه تيهضروا على هذاك الكيس ديالو كونكو راه هو راه تشد فاش رجع من لاشين فاش رجع من لاشين باش على ود الفيزا ديال بنتو ولا شي حاجه بحال هكاك كونكو راه تشد راه تشد في المطار. هذا الشيء اللي سمعنا عاد تفاجئنا بالليستوار كيفاش دايره. المهم ما عندها حتى شي علاقه بالليستوار اللي قال لنا هو. يعني باش كنت فريمون زعما كتجي كتشوف راسك انك كنتي خدام مع واحد السيد اللي ممكن انه يكون مشتبه فيه في قضيه بحال هكا. فريمون زعما واحد الاحساس غريب. وكانوا بزاف ديال التصرفات اللي كيدير انه فريمون كيبان لك انه ريد فلاغ. يعني هذاك السيد ما لا تصاحب معاه ولا تهضر معاه ولا تجلس معاه. زعما فريمون كان كيبان انه ممكن يكون بسيكوبات. ولكن احنا قلنا غير يمكن هكاك دايره شخصيته. بنتو صغيره كانت غزاله كانت كتلعب معانا كانت اون فوا خرجنا ولا درنا ان ايفينمون ولا شي حاجه كتكون معانا. يعني فريمون صعيبه القضيه ديال ان زعما يوقع لها بحال هكا ولا مامون ديالها تموت في بحال هاد الظروف. ستيفن غادي يشدوه بالتهمه ديال القتل، ولكن هاد التهمه هادي غادي تطيح لواحد السبب اللي مثير للسخريه وسخيف جدا. المحامي ديال ستيفن اللي سميتو مايك ارنولد غادي يقول لهم انا عندي مشكل في ديك الشده الاولى اللي شديتو ستيفن وبقى في الكوميساريه لمده ديال 3 سوايع. فاش سولتوه شنو وقع هو قال لكم انا ما بغيتش نهضر على الموضوع. وفاش قال لكم انا ما بغيتش نهضر على الموضوع كان خاص داك الشيء تحبس تما وما تبقاوش تسولوه لمده ديال 3 سوايع. فدوك 3 سوايع الاسئله اللي سولتوه كيتعتبروا بانكم عنده في الحق ديالو كإنسان. وتخيلوا أن المحكمة غتوافق على هاد الشراء مخي بغي يحبس. في أين عالم شي واحد متهم بالقتل غادي يقول لك الله على قليسة وجيب لي شي كاس أتاي ونجلسوا أنا وياك نتحدثوا ونعاود لك كل شيء. راه طبيعة الحال ما بغيتش نهضر على الموضوع عويلي. فداك الاعترافات كاملين وداك الشيء اللي قال في داك الانترفيو ديال 3 سوايع مع البوليس ما غيتمش الاعتبار ديالو في المحكمة، لأن كيف ما قلت لكم داك الانترفيو مع البوليس ما كانش خاصو يكون في العينين ديال القانون. داك الدوسي كله ما غاديش يوصل للمحكمة، وأصلا داك الدوسي غادي تسوبريم. وهداك الملف كامل اللي علم الله أصلا شنو فيه، علم الله شنو عاود ليهم في داك 3 سوايع، عاود ليهم شي حوايج اللي خطيرة اللي خلاوه انهم يشدوه بتهمه ديال القتل. ولكن داك الدوسي تخيلوا انه غادي يتمحى. هذاك المحقق اللي كان شاد ديك القضيه صافي غادي يشد التقاعد، وقبل ما يشد التقاعد غيمسح داك الشيء كامل اللي كان عنده في البيسي ديالو. ما عرفتش صراحه واش المحققين مش كيمشيو بحالهم كيمسحوا داك الشيء. اول مره كنسمع هذه القضيه هذه انا كنكسحب ليا. واخا يكونوا الدواسه مسدودين اولا كولد كيسز كيتارشيفاو ماشي كيتمسحوا. واصلا واخا كون كان داك الدوسي فهو كيتعتبر مخالف للدستور حيت السيد قال لهم ما بغيتش نهضر وما بقاو كيسولوه الحماق هذا. ولان المحكمه شافت بان ما كاينش دلائل كافية باش انهم يشدوه غادي يعرضوا عليه واحد البلي ديل او لا صفقة الاقرار بالذنب. يعني انت كتعترف وفي المقابل كيعطيوك حكم مخفف. ستيفن غادي يخاف انه يرفض هذاك البلي ديل ويصدق خارج على راسو وما لاقينش دلائل اخرين ولا شي حاجة، فغادي يقبلوا هذاك البلي ديل كان فيه بان ستيفن متهم بالقتل ولكن بسبب الاهمال. يعني هو كان خاصو يشدها بزاز ما يخليهاش هكاك تصرف بتهور. غادي يحكموا عليه ب3 سنين مع وقف التنفيذ، ولكن غادي ياخذوا ليه ايفا وغادي يديوها لواحد المركز ديال الرعايه. غتبقى تما حتى دير 18 عام لان الاب ديالها غير كفؤ باش انه يربيها وما شافتوش من 2015. فاش غتوصل 18 عام بطبيعه الحال واحد الجزء من لاسونس ديال امها غادي يكون كيتسناها. وتكونوا كتسائلوا البنت عندها جداها علاش مشات لمركز الرعايه، لان جوليا حتى هي عندها واحد التهمه ديال سرقه اموال الدوله لمده ديال 4 سنين. جوليا غادي تطلب من الضمان الاجتماعي انه يعاونها زعما تاخذ شي مستحقات لانها شاده حفيدتها لمده ديال 4 سنين. ولكن من بعد غيكتشفوا بان في ديك المده اللي جوليا كانت كتاخذ فيها دوك المستحقات اللي هي ما بين 2010 و2014 البنيه كانت عايشه مع باباها، ما عمرها ما عاشت مع جدها. يعني جوليا كانت كتاخذ دوك الفلوس فابور. غادي يحكموا عليها بشهر ديال الحبس مع وقف التنفيذ، وغادي خصها ترجع للدوله الفلوس كاملين اللي خدات. فكان مستحيل يعطوها البنت من بعد هادشي اللي دارت لانها ما كانش اهل الثقه. هاد الفلوس اللي سرقت من الضمان الاجتماعي، زائد ان بنتها ميلاني كانت قاصر وجات عندها وقالت ليها راه السيد كيتعدى عليا وهي ما تسوقاتش ليها. فهادشي كيخليها انها ما تكونش اهل الثقه باش تشد عندها بنيه صغيره. والعلاقه الجنسيه بين ميلاني وستيفن راه كانت لمده ديال سنين. صراحه انا ما عرفتش واش ميلاني كانت باغه ولا ما كانتش باغه. واصلا البنت قاصر، يعني ما كاينش باغه اولا ما باغاش وهي قاصر. هذا السؤال اصلا ما خصوش يكون مطروح.
المهم كانت هذه الكيس ديالنا ديال اليوم. قولوا لي انتم شنو بان لكم فيها. هي الكيس راه سولف يعني القانون راه كلشي خدا داكشي اللي كيستحق، ولكن قولوا لي انتم شنو كتظنوا؟ واش كتظنوا ان ستيفن دفع فعلا روندا؟ واش لانها عاقت بالعلاقه ديالو مع ميلاني؟ واش كتظنوا بان كاين شي سبب اخر؟ قولوا لي كلشي، متشوقه نقرا الكومونتيرات ديالكم. كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. انا كنصيفط لكم بزاف كبار بزاف 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 ديالي. تهلاو فراسكم، نتلاقى معكم فيديو جايه. باي باي.